السلام عليكم. قيت ماما غادا توجد واحد الكفيته كتجي زوينه بزاف بزاف وكتجي خفيفه، وقلت غادا نتشاركها معاكم. شنو ماما كديري في هاد الكفيته هادي؟ بنتي كندير فيها البصله ايه، الكفته هنا عندنا شحال ديال الكفته؟ شحال هنا كاين ديال الكفته؟ سكيلات الكفته، ايه وهنايا بصله كبيره محكوكه. ايه هيا بسم الله، بسم الله، هنا غنديرو قرعة محكوكة. ايه بسم الله الكفتة غتجي صحية ان ان شاء شاء الله الله. يا ربي، تكون بنينة ولذيذة. ان شاء الله. هنا الزيتون مقطع طريفات صغيرين. ايه بسم الله، هنا قزبر ومعدنوس ايه مقطع، هنا فلفلة خضراء، هنا الهريسة، شوية الهريسة، هنا شوية ثومة، والفلفله خضراء والفلفلة راها خضراء، حاره، الفلفلة خضراء حارة. درنا غير شي شويه حيت خفنا على الوليدات ما يبغيوهاش. بسم الله، وهادشي راه كيبقى على حسب الذوق. بالنسبه بالذوق للثومه كل راه واحد كان كيبغي الثومة راه يديرها كتيرة، واللي كان يبغي ما يبغيش الثومة بزاف كيديرها شوية كاين اللي ما كتيرة. كيديرش كاع بسم الله، الثومه. هنايا الكمون وشوية الملحة، ما خصناش نديرو هاد الملحة كلها، من الحاجات كتيرة نقص يا ماما. كتيرة. هانتي يا بنتي، هنا شوية تحميرة هي غنديرها كلها. هنا الخرقوم وسكنجبير، بغيتي نصورهم. خرقوم، خرقوم سكنجبير، وسكنجبير والبزار والبزار. ياك غير شي شويه. اه اها صافي، دايره كلشي. هنا بنتي غنديرو بيضة باش تجمع تجي زوينة مع بيضة، بيضة تخلطي بيها. بسم الله، هنا شوية زيت العود، صافي واحد شوية، نزيد شوية، صافي جوج عواشق كبارين ديال زيت الزيتون. ايه صافي، دابا نخلطو كلشي. دابا الخليط، دابا نخلط كلشي. انا نخلط كلشي. ايه صافي، من بعد ما خلطناها غدا نديها ان شاء الله انا نشويها في الفران. ياك شويه ماما في الفران، شويه في الفران ولا في المقلة؟ نعم، اللي بغى يديرها في المقلة يديرها، واللي بغى يديرها حتى في الفران يديرها، تجي زوينه. في الطاجين، حتى في الطاجين نقدروا نديروها. في الطاجين تقدري ديريها، في الطاجين ديريها القيمات، بغيتي ديريها طويله ديريها طويله، على الذوق ديالك اللي بغيتي. صافي انا غنمشي نديرها. شكرا يا ماما. صافي، هنا جيت لقيت توريا غدا توجد السردين. ياكي السردين هات، شنو هي هادي؟ شرموله. شرموله ديال شنو درتي فيها؟ انا لقيتها ديجا بدات فيها الثومه. ايه وربيع. ايه حكيت فيها بصله. ايه والحامض، شويه الزيتون. صافي، ودرتي الملح حتى؟ ودرت الملح. صافي، وديري غتزيد، ديري داكشي اللي غتزيد. دابا غندير التحميره. ايه شي هاك شويه ديال البزار، معلقة ديال البزار، باقي ما درتيش الهريسة. سكنجبير. ايه سيري سكنجبير. خرقوم. ايه كتهلاي فيه بليقام، انا كيعجبني السردين يكون يكون ملقم. زيدي نص معلقة ديال الهريسة. ايه ايه ودابا اش باقي لك؟ باقي لي الزيت العود. صافي يلا سيري. دابا تخلط. ايه هلا لا خلطه في الدين. ايه خلطي باليد كيجي بنين. ايه ودابا ملي خلطتي غتاخدي شويه الحشوه ياك باش تعمري اليوم. بطاطا مسلوقه. ايه
صافي ونعمرو بالك. هنا غتهزي شويه ديال الشرمون عليك. ناخذ شويه ندير طاجين. بلاتي المهم البنات هادشي راه كلشي كيعرف يديرو، كلشي كيضرب. بغينا نشاركو معكم الطريقه ديالنا وصافي، نشاركو معكم الغديوه ديالنا اليوم وصافي. صافي هنا غادا تشرمل السردين كامل. صافي هنا هي خلات ياك فيكتوريا شويه شرملت الحوت تاع السردين، دابا غنديرو الطاب. ايه صافي دابا تخلطي كلشي ونعمرو هاد الحشوه. واقيلا كلشي تيدير كاع العائلات المغربيه تقريبا كيديرو اما هكا اما بالروز. ياك حتى الروز كنا كنديروها شحال هادي عقلتي. المهم صافي كيف قلنا غدا نعمرو السردين ونستفوه فواحد المطايا كي لالا وغدا نطيبوه. يلا بسم الله نطيبوه في الفران شويوه، مخصوش يطيب بزاف باش ما يجيش ناشف. هانتوما انا جيت لقيت توريه كانت غتخضرني ودير الطاجين. المهم هي الطريقه ديالها، كتحك مطيشه كتزيد عليه هي حبه ديال البصل البصله، وهنايا مقطعه الفلفله باش غادي تزين بها الطاجين، وهنا داك الشرموله اللي شاطت على قبيله اللي هزات على قبل هاد الطواجين، وفلفله حاره والعطريه العاديه تحميره وربيع طبيعة الحال. غتزيد مازال الربيع يعني القزبر والمعلوس بجوجهم وزيت الزيتون ياك والحامض القصير. وصافي ها هي الغديوه ديالنا وجدات، الكفيته اللي وجدات ماما رافقناها بالخضره. هنايا بالنسبه للخيزو محمد واللوبيا راه فايتة شاركتها معكم. بالنسبه لهنا الروز، الروز فيه غير شويه ديال الخضره، فيه شويه ديال البربا، شويه ديال الخيزو، شويه ديال اللوبيا، كلشي مقطع صغير مع الزيتون والبصله مشحره. انا بقيت كنصور عطلنا شويه الغدا داكشي باش سرعنا شويه. هنايا الطاجين عادي، الطاجين بالصلصه ديال الطماطم والفلافل والزيتون حامض المصير، وهنا الحوت اللي معمر بالبطاطا. رافقنا هنايا بطاطا اللي مشحره مع البصله فايتة شاركتها معكم. وهنايا عندنا الباربا، السلطه ديال الباربا فيها باربا مطيشه وشويه ديال البصله شويه ديال القزبر والمعدنوس مليحه وبزيره وزيت الزيتون شويه الحامض صافي. وهذه هي الصلصه اللي كيحضروا دائما هنا دارنا مع الحوت، كي يديروا غير البصله مطيشه والثومه والفلفله كيطيبوها، من بعد اما كيطحنوها اما كيقطعوها صغيره صافي. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.